كويدة. سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، اش اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ ربي خليني حتى تنسى لي دبيت. عافاك قلت لي انا راه دايزه. سكت، راه هي راه غتنوض لك، راه نعسه تتشخر. الله يجي غتنوض لك. هذا ما عمرها ما استعملتو. سير خليني نصور. والبنات عرفتوا انا راه بناتي، راه زعما عالم خاص بالجات وسيرتو نور هاني. الله يحفظ لكم وليداتكم، الله يخليهم ليكم. تضرب رطاوه دابا قدامي ناعسه متكيه. كي دايرين البنات مع هاد الاجواء؟ كي دايرين مع الحراره، مع الصودات؟ كي دوزتوا العيد ديالكم؟ هاد الفيديو هذا اللي غنشاركو معكم البنات، عندك عاود ثاني نصيب شي وحده تقول لي كتشكي علينا في كثره الشكوى. انا راه ماشي كنشكي ولا شي حاجه، فقط كنشارك معكم اليوميات الشكوى لله سبحانه وتعالى. البنات بما اننا كنشاركو معكم يعني يوميات ديالنا بالحلو ديالها بالمر ديالها بزاف ديال الحوايج، وبما ان فصل يعني الصيف هذا والحراره حنا راه عندنا وصلت ل 50 51 درجه. عرفتوا البنات؟ والله الا ندى قالت لي ماما بغيت نجرب ديك اللعبه ديال البيضه، نطيبها نحطها في المقله ونحطها في الشمس. قلت لها سرت نديرو سطحنا، مرحبا دابا راه ديال الجيران. ماشي نديرو التجربه هادي حتى نبرزطوهم. والله الا عرفتي عندنا واحد الحراره، واحد الحراره. نشارك معكم البنات اشنو وقع لينا، ماشي كنشكي ولا كنبكي ولا، انا دائما كنامن بالقضاء ديالنا وكنقول قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال. فقط غير بغيت نشاركها معكم باش تردوا بالكم كنوع من التوعيه، كنوع من النصيحه، كيف ما كتنصحوني كيف ما كنشارك معكم بزاف ديال الحوايج. فحتى انايا بغيت نوعيكم حذاري ثم حذاري الناس البوطات في هاد الوقيته هادي ديال الصيف اللي ما توقعوهاش. توقعوها الضو، البوطه، الشارجورات، التليفونات البنات، سميتو الفران، وياكم وياكم تغفلوا عليهم. المجمر، الشمعه، هاد الحوايج فصل ديال الصيف اللي تتكون الحراره البنات اطونسيو ثم اطونسيو منهم. شفت بزاف ديال الناس اللي الشارجورات يتفرقعوا، التليفونات دابا راه كيديكلاريو التليفونات، ما عرفتش واش عندكم حتى نتوما تيديكلاريو ولا لا. انا راه غير شويه كيسخن التليفون غير بوحدو كيبدا يديكلاري ليا بالحمر، تقول لي الهاتف ديال البطاريه ديالك سخون بزاف، تنديرو في الثلاجه. اقسم بالله العلي العظيم الا كندير التليفون في الثلاجه وليت خايفه، لان كنشوف بكثره ما كنشوف التليفونات يتفرقعوا وليت خايفه، كنقول صافي ها هو غيتفرقع هاتي بدا يديكلاري. خصوصا مع التليفون هذا اللي كنصور بها البنات كيسخن في ساعه، وليكليغاج ديال الرينغ لايت كنقول صافي ها هو غادي يتفرقع، ها هو غادي يتفرقع. كذلك الشارجورات البنات، وليت فوقيته ديال البرد تنخلي نور هان، دابا وليت راده ليها البال وليت كل شويه كنغوت عليها. عاوتاني المجمر، دابا راه العيد هذا والعواشر البنات، وياكم ثم وياكم تقولوا خلي المجمر ولا شي حاجه يصدق مشعل لكم العافيه، شي حاجه تكون حدا، غير شي حاجه بسيطه البنات، راه شي حاجه اللي ما تكونوش متوقعينها فهاد الوقيته ديال الحراره كتشعل العافيه بابسط الاشياء. الفران، البوطه، تقولي انا نشعل الغداء ونخرج نتقدى شي حاجه ونرجع ولا شنو. وياكم ثم وياكم مع هاد الحراره هادي. نشارك معكم البنات اشنو وقع ليا بالضبط ونرجع نكمل معكم، نوري لكم غير لقطات البنات ونكمل لكم الفيديو اللي درت اليوم لحقاش هاد الشيء وقع البارح. وهانتوما باش تعرفوني بلي ما جايش نشكي عليكم، قاديت الشفار وقاديت وما عارفاش كاينه ديال النعاس، قررت انني نوقفها لحقاش تجيب لي الدوخه وسميتو. فتقولوا لي صباح شنو واقع ليك وتتصوري ولا شي حاجه فقط باش تعرفوا بان مثلا نكذبش عليكم ولا شي حاجه، وتشوفوا اشنو اللي واقع من ابسط الاشياء البنات. خليكم سكسي الحمد لله بعدا كي هادي يلا دابا اشنو اللي شعل فيه العافيه. زكينا راك تنهز سميتو، لا ماشي هكا كان هذا، سيري جيبي سميتو السطيطه من سيري
ما غاديش يدير هكاك جيبيها. انا راه كنت نجيب السطله قبيله من وانا هذا. كوني تسمعي وانت كوني تسمعي، سيري جيبي السطله. راه تيترش غا من هنا من لهيه. لا شتو جيبي السطله من الطواليت، راه كاين السطل فيه الماء من الطواليت. نوض انا عاد كبي الماء، راه هكا كيف كنت ندير قبيله باش كنت نكب الماء. الحمد لله على لطف الله، الحمد لله على لطف الله. الطواليت الحين دابا كان قبيله، حيت كان قبيله الدخان ديال العافيه. ها انتم، ها انتم البنات، شوفوا شفتوا كلشي تحرك. كنصور انا هذا دابا، درت ليكليغاج البنات باش يبان ليكم. شفتوا الطبله كامله محروقه، وهنا يلا يستر راه مع كان الدخان، وكان دابا حتى حي الدخان. دابا راه الغد ليه، ملي حي الدخان عاد صورت لكم باش تشوفوا حجم الكارثه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربي تهون علينا من هاد المصائب وهاد الكوارث هادي. وشوفوا ليا البنات هنايا راه كاينين جوج بوطات، عرفتوا؟ تنقول مازال الرماد مازال يلا غادي نجمعو نحيد. تنقول هنا غادي تفرقعوا، هنا غادي تفرقعوا، لحقاش العافيه. ها شوفوا شوفوا ناتي العافيه. هنا البنات هبطت على التيويات، شفتوا؟ ها هو التيو هنا يبدا كيدوب. تنقول هنا غادي تفرقعوا، هنا غادي تفرقعوا، ولكن سيدي ربي استرنا وحفظنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دار خصها صداقه البنات، لان عرفتي شنو؟ جوج بوطات ومحلولين والعافيه كتهبط على التيويات، شفتوا؟ وربي حفظنا. شفتوا البنات اشنو اللي وقع؟ انا دابا غنعاود لكم اشنو. انا وريت لكم غير الدخاخن، جاب الله جاب الله ان جات نورهان دقات عليا ديك الوقيته. انا كيف ما قلت لكم، كيف ما قلت لكم البنات في غنام سينا، فاش جيت نشرح لكم على قلتوا حق عيد الميلاد مع عيد الميلاد، وقلت لكم لا راه انا نيت كنشرب كينه اللي كننعس بها، يعني كندوخ ما كنعقل على حتى شي حاجه. فعلا نيت البنات في العشيه كنت شاربه الكينه وناعسه، يعني شبعانه نعاس وفقت. فاش فقت في العشيه قالت لي نادا ماما بغينا الدجاج، فاشنو ندير ما شنو ندير. درت عندي ديك البلاستيكه ديال الدجاج اللي فيها العطريه وفيها كتباع في المتاجر الكبرى، غير كتخلطي. درت سميتو، درت الدجاج، درت البصله، درت مطيشه، درت الفلفل، هادو كتحمق عليهم نادا، لان انا بناتي راه ما كياكلوش اللحم، ورا لي حد الساعه ما ضاقو منه حتى شنتيفه، هي الاخرى ما ضاقو. درت الدجاج ندى ونورهان، ولا دابا بما انه فصل الصيف يعني الحراره بزاف، كنخليهم يجلسوا قدام الباب، كاينين الجيران كيخرجوا وكيديروا الكراسه وسميتو كيحضيو وليداتهم. سندى ونورهان كيخرجوا برا كيجلسوا. شعلت الفران، درت ديك الدجاج مع داك الخضيره، درتهم في البلاستيكه، سديت عليهم، درت الدجاجه في الفران وخليتها كطيب. مولفه كدير ليا ديك ساعه الا ربع ديال الطياب او لا، صافي كنصيبها مطايبه مقاده معاوده محمره هي هذيك. العام كامل البنات راه الفران عندي العام كامل كنطيب فيه، عمر ما وقعت ليا شي كارثه. يعني لان انا امتى سكنت في الدار؟ سكنت في شهر 10 تقريبا، شهر 10 ولا لا شهر 11 فاش سكنت في الدار، يعني بدات الوقيته ديال البرد. عمر شي حاجه ما وقعت ليا شي كارثه ولا شي حاجه. شعلت الفران، جيت تكيت هنايا واحد شويه، جات نورهان قبل ما يكمل الوقيته ديال الطياب. باش نقول لكم عداك وتشعلوا الفران ولا تشعلوا البوطه الكوكوت ولا شي حاجه وتقول نخرج نقضي هذا الشغل، راه انا حاسبه ليها التوقيت لا شنو، وعاد نرجع نصيبو طاب ولا. وياكم خصوصا فهاد فهاد الوقيته هذه ديال الحراره البنات، راه ما تضمنوش اشنو يوقع. انا جيت تكيت هنايا، يعني عارفه الوقيته اللي غادي يطيب فيها الدجاج، عاد نوض نقلب. جاب الله جات نورهان بغات تشرب الماء. نورهان كتدق عليا، ملي كتدق بحال ما هكا نورهان نط يلا. بغيت نقول لها واخا نورهان بلاتي كدير حدايا التليفون،
نط بحال هكا كنطل كيبان ليا مع عندي البلاصه فين نعس الصاله هازه الفراش وداكشي كنعس انا ونورهان بيت النعاس ديالي سخون طايب ما كنعش فيه فهاد الوقيته. طليت هزيت راسي على الكوزينه كيبان ليا الدخان خارج اويلي ديال اش الدخان امشي شي مجمر انا ما مشعل لا مجمر لا والو وليت عرفت ما جيت من بلاصتي سميتو تضع ليا 100 سؤال وسؤال ما عمرني ما توقعت انه هكاك غادي يوقع. فجيت نوض نورهان كتدق في الباب كتقول لي ماما حلي بغيت نشرب نط كنشوف كيبان لي ديك الخاميه ديال اللي دايره على الطبله كيبان لي الضو مع دابا داك اللون باج فيها قهوي سميتو بحال صفر موطارد بحال سميتو كيبان لي الضو فيها الداخل غجب الله ما خرجش الخاميه وما خرجش داك الشيء عرفتو مع جيت ندير بحال ما هكا كيبان لي العافيه شاعله ناري يا البنات والماء الماء دار لي في الركابي طاح لي في الركابي وتنهز في الغرف مقراش فيه الماء اشنو اللي باش غادي نطفي لحقاش تيبان لي العافيه كطيح لي على التيويات ديال البوطه والبوطات محلولين كنقول هاهما غيتفرقعوا البوطات هاهما غيتفرقعوا نورهان تتخبط في الباب كيبان لها الدخان وكتعيط تتقول ماما هي فاش كانت تتخبط تتعيط على ندى كتقول لها جريت شوفي ماما اشنو واقع لنا في الدار. صافي جاب الله انا مع هاد البلاصه فين ساكنه فيها كيتقطع ليا الماء بالليل ما عرفتش مناش مازال خصني حتى نسول حقاش ندى سولات الجيران قالوا لها ما تيتقطعش عندنا حنايا فخصني نشوف علاش هاد الدار بالضبط اللي كيتقطع عليها الماء مع 12 ديال الليل اللور. جاب الله انايا كنشد السطوله ديال الماء باش هكا تيطلعوا البنات اللي بغاو يدوشوا لا انا وندوش قبل ما ننعس. هزيت السطل كنجري بديك السطيله وكنكب تندير في العافيه حتى طفيت العافيه والجيران اللي الفوق هبطوا كيسولوا اشنو عاد حليت على بناتي ما حليتش عليهم الباب حتى طفيت العافيه عاد حليت عليهم الباب عرفت وصافي ندى دخلات تخنقات طاحت اللار تسخفات انا تخنقت بديك الريحه ديال الدخان مازال فيا دابا الان في مناخري تنشم غايه في حوايجي في كل شيء. صافي بعدا كي الحمد لله على لطف الله والحمد لله على كل حال ويا ربي يا ربي يجعلها مغفره للذنوب داكشي اللي وقع ليا والله العلي العظيم البنات عرفتوا الماء طاح ليا في ركابي كنقول هما غيتفرقعوا البوطات هما غيتفرقعوا البوطات تاع الحمد لله بعدا ملي طفيت هذيك العافيه عاد عقب تخرجت البنات وليت حلفت عليهم لحقاش نادا واخا هكاك شويه دايره شخصيتها الشكل تتقول لي لا نخرجوا كاع كاملين كنقول لها انا لا ما يمكنش غادي نخرج وغادي نخلي الباب محلول عاد هبطتهم هما هي لتحت وانا مشيت جلست في البالكو بقينا حتى تنفست الدار شويه والحمد لله على كل حال. البنات انا بغيت نشارك معكم هاد التجربه هذه دابا راه الغد لي خليت حتى الغد لي وانتم نقول لكم واحد الحاجه شتو والله العلي العظيم راه شعلت العافيه وخليت حتى حيد الدخان وخليت حتى يعني حتى رجعت للوعي ديالي وسميتو بناتي تهدن الاعصاب ديالهم ورجعت هذيك الدجاجه رجعتها فران ديال الضو باش بناتي يتعشى ويبقاوش بلا عشاء. المهم الحمد لله على كل حال البنات ما تضحكوش عليا اختكم راه عيب هذا كنشارك معكم اي حاجه فردوا بالكم هاد القصه هذه اللي وقعت ليا ولا هاد الكارثه اللي وقعت ليا الحمد لله على كل حال بغيت غير نشاركها معكم باش تردوا بالكم فهاد الوقيته ديال الصيف وديال الحراره ما تامنوا لا البوطه لا الفران لا المجمر لا الشمعه لا شي اي حاجه فيها الضوء وفيها العافيه ما تامنوش ليها فهاد الوقيته هذه ديال الحراره البنات وياكم ثم وياكم ثم وياكم والله العلي العظيم لهذا الفيديو هذا البنات الا بغيت نشارك معكم باش حتى شي وحده ما يوقع ليها نفس اللي وقع ليا انا حفظني الله سبحانه وتعالى لو كان تفرقعوا البوطات لو كان انا تخنقت بهذيك الريحه وطحت هنايا ومسورت عليا الباب داكشي علاش قررت انني نحبس الكينه ديال النعاس باش نبقى على بال ونبقى عارفه يعني شوفوا اللي عنده شي شي
شي هم ولا شي غم ولا شي حاجة يحاول أنه ينفس عليه، يحاول أنه يقاد الأمور دياله. أما الكينة ديال النعاس وسميتو ما عنده حتى شي إفادة البنات. المهم أنا شاركت معكم التجربة ديالي، الحمد لله على قضاء الله والحمد لله على لطف الله البنات. نتمنى أنكم تخليوا لي التعليقات ديالكم، لي شي حد من عائلته من جيرانه من صحابه من حبابه حتى هو وقع عليه يعني بحال هذا المشكل، سواء بشوفه سواء بالمجمر ببوطه بسميتو، يخلي لنا التجربه ديالو في التعليقات هكا باش الناس يستافدوا ويكونوا على بال، ما يمشيوش غالطين يقولوا لا وحقا ولا ما حقا. لا البنات راه كل شيء ممكن في هذه القيصه ديال الحراره هذه، راه غير بشويه بحال ما هكا تتشعل العافيه. الله يستر والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع امه محمد عليه الصلاه والسلام. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله البنات، وبسلامه.